السلام عليكم العشران، صافا بخير، نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير وبخير. تحيه لجميع انصار الوداد الرياضي. المهم اليوم كاين فلوق جديد على الماتش ديال الوداد وسان داونز شامبيونز ليغ. نتمنى من الله 3 بوان وديما وداد. دابا انا قريب للتيران، التيران عامر، عباد الله تيقلبوا على الاوراق، مسكين ما لقاش ورقه، نتمنى يلقى ورقته، ونتمنى جميع جماهير الوداد يدخلوا للتيران ويتفرجوا في الماتش ومربوحه ان شاء الله. يلا خليكم مع الفلوق حتى الاخر، تهلاو ليا فراسكم. دخلنا التيران سحام بزاف، دخلنا كان معنا واحد السيد ما لقاش ورقه، دخلنا بزاف الحمد لله، والتيران عامر باقي عباد الله على براتي باش يدخلوا. ها الياس هو معايا بحال ديما، نتمنى من الله 3 بوان وان شاء الله اليوم اللعابه يكونوا رجال بحال ديما. مربوحه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ديما وداد ديما وداد ديما. اليوم اش بان لك؟ اليوم اش بان لك؟ 3 بوان ان شاء الله. نقاولوا الماتش تقريبا بقات شي 20 دقيقة يبدا الماتش. تيران عامر تقريبا، عامر تيران بريميجا تريبي عامر زون 6 كلشي عامر. اللعابة سخنوا هبطوا باش غيطلعوا واحد ربع ساعة إن شاء الله غيبدا الماتش مربوحة إن شاء الله. الجمهور كاين، لومبيونس، الموسيقى حتى هي مرونة لنا دماغنا، وحيدونا الموسيقى ديال الوداد وديما وداد. شيخ إبراهيم الجمهور ما يشعلوش لي فلام في كاس دافريك، لان كاين عقوبات اللي خرجوا جداد فهموا باقا البطوله واش ديما زالي ان شاء الله انتو لاكوب وزالي شعبيه لي فلام ان شاء الله 3 بوان.
دقيقة الماتش مزير. خاصنا لعابة صراحة، خاصنا لعابة، خاصنا المكتب يجيب شي لعاب، واسي ناصر يجيب شي لعابة لي يزيدو بالفرقة القدام، وخا حتى يقيم هاد اللعابة ونتمنوا يجيبوا شي لعاب اخرين. وتحية لأي ودادي وديما وداد. واحد زرد زوج زميطه يبدات ان شاء الله يجيبوا 3 بوين. احتفالات كما تشوفوا الجمهور ان شاء الله يكونوا رجال اللعابه، ونتمنوا يجيبوها، يتمنى يجيبوها في هذا الماتش 3 بوين، وديما ويدر الشامبيونز ليغ حنا ديما معاكم. زميطه ماتش مزير، كاين شي لعاب في الوداد خاصهم يعاودوا يقراو دماغهم شويه. شي وحدين اولو زايدين في الوداد، كاين شي لعاب ما كاينش كاع الوداد، هادي وداد الملايين، راه خصهم يعرف يلعب كره. المهم نتمنوا المسؤولين يجيبوا شي لعابه اللي يزيدوا بالوداد القدام، يفرحوا الجمهور، ويشوفوا ديما الماتشات وديما صابر على هاد الشيء اللي واقع دابا. يجيبونا لعابه مزيانين، بركه عندنا ماشي ديال فابور.
كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق واللي يعجبو يبارطاجيه مع صحابو اللي جديد اول مره يشوف هذا الفلوق يتابونا وكليك على الجرس ديما غيوصلكم الجديد وديما وداد واللي بغى يشوف ديما الجديد ديالي يدخل انستغرام ديالي عمر الشهب ولا الفيسبوك ديالي وديما وداد وانا ديما معكم وتحيه لجميع انصار وداد الرياضي تهلاو ليا فراسكم.